ده عامل تم. عادي عادي. حطيت مناوبتك بغرفة المراقبة. منيح شفتها الصبح. لازم نفتح عيوننا كتير منيح بهالكم يوم. قصة عزراء وقدرات ما هيك؟ شفتن قبل شوي عم يتطلعوا ببعض؟ ما ارتحت لهالنظرة بنو. خليهن يتطلعوا، حتى خليهن يتخانقوا كمان. الكاميرات والإنذار معك انتي، ما بتعملي شي قبل ما تاخدي الأمر مني. أمرك مفهوم؟ ليكي كلامي واضح، ما بتبعتي حدا لأي مكان قبل ما تاخدي الأمر مني شخصياً، مفهوم؟ ما بتعملي شي بنوب. ايه أمرك. روحي عشغلك. عزراء لا تلعبي مع هالمرة، أحسن ما تصير شي قصة وصخة. أنا ما عم بلعب، هنن حابين يلعبوا معي. تعي يا روحي. طولي بالك. تمام، خلينا نفوت ونحكي معهم بالأول. ايه فوتي انتي جالي، أنا عندي شغل هلا. عزراء بكفي، بلا ما ينأزى حدا، مو ناقصنا. جالي خلص بقى أختي خلص. عزراء جالي قعدي على جنب ولا بقى تتدخليها. تعي تعي تعي، خلينا نفوت لجوا. لا تخافي بنتي. تمام يا عيوني انتي. دينيس دينيس يا بنت دينيس، تعي خديها. شو صار عندك شوي؟ شوفي قدرت بدها تهاجم بناتنا برا. لو سمحتي ديري بالك عليها وسكري الباب ولا تخليها تطلع لحالها. تمام. وين بدك تروحي؟ روحي لعبي مع خالته دينيز شوي. ماشي بترجاكي دينيز، لا تخليها تطلع لحالها. يلا فوتي لجوا، يلا فوتي، يلا حبيبتي، يلا يلا. تمام. سكري وراكي. هاتيها من ايدك، هاتي هاتي. بيقولوا دودو مجنونة. جاية ورجيكم يا واطين، جاية. انتم مهمتكم تهتموا بدينيز لما يجوا الحراس لهون. خلص بكفي، يلا على السريع، يلا لا تخلوني فشر الطابة. يلا اختي قيمي الطابة وروحوا من وشنا، يلا بلا مشاكل. ليش هيك عم تطلعي؟ مغرومة بجمالك كتير يا حلوة، شو بعد تحملها هيك بدي اهجم. نهال خانم، عم يخربوا الكاميرات وحدة ورا الثانية، شغل جهاز الإنذار. أنا ما قلت لك انطري؟ انطري الأمر مني وما تعملي شي من راسك. تدور تدور، يلا تحركوا تحركوا، يلا اطلعي لبرا، 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 يلا تحركوا، يلا لبرا، خدوا بسرعة. لك بعدي هيك، اسمعوا اسمعوا، يلا 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 يلا، ما تخلوا مكانكم، تفتيش يلا، تحركي يلا بسرعة، يلا بقى
عادي هيك. يلا بسرعة اطلعوا لبرا. لك يلا امشوا. حطوا الغرف، حطوا الغرف عم لك بسرعة. يلا ما بدي اضيع وقت. يلا حركي حالك. شو عم تساوي انت وياها؟ يلا يلا حركوا هيك. يلا اطلعوا اتحركوا اتحركوا. يلا وينك ختيارة النحس؟ وهي حلاقتي اجت لعندك. أنا ما رحت لمحل. المتعة الحقيقية بتبلش هون. خالتو خليني روح لعند ماما. طيب حبيبتي ليكي بس تخلص العجقة رح تجي ماما لهون فورا. خلينا ننطر شوي. لا خلينا هلأ نروح. طولي بالك. صورة بنتي اللي تقطعت شي خمس شقف تتذكري انتي لزقتيها وعطيتيني اياها صح؟ انتي بتعرفي شو اسمها لبنتي؟ وقفي وقفي اويكو. وينك امي؟ اويكو وقفي بعدي من طريقي. اويكو تعالي. ميلتم محتاجين لرجال، مو شايفه ميلتم؟ اوكتاي لا تعملوا شي هلأ، لا تتدخلوا ابدا قبل ما نبعث لكم الدعم. عم تفهم علي اوكتاي؟ نتركهم ياكلوا بعض يعني؟ اوكتاي قلت لك انطر ليجي الدعم، لا تتدخلوا ابدا لا تتدخلوا. سمكتنا اكلت الطعم كله وهلا رح نفتح لها بطنها مشان نقدر ننظفها. مسكوها منيح لشوف. ست نيهال رح شغل الانذار، الوضع جوا كماله عم يتعقد، انا لازم شغله. قلت لك انطري ما هيك؟ انطري امر مني ما تعملي شي من راسك فهمتي؟ ست نيهال خليني شغل الانذار ويجي الدعم، الوضع تعقد. ما عم تفهمي علي؟ عم قلت لك انطري انا جايه. ما بدي اشوف حدا بالممر. على السريع على السريع. اول شي رح اجرحك شوي. روقنا وانبسطنا كتير وهلأ وقت النهاية. وقت النهاية فهمتي؟ فهمتي انتي وياها؟ كل حدا يقرب عليها. انا الشرطة جاية. اتلقوا انا حيوانة ما رح اتركك عايشة. اطلعي تشوفي يا بنت الحرام. اتلك الشرطة جاية. رح علمت تطول علي. اويكو وين رحتي؟ قسم 255 ابعتوا الإسعاف فورا. شو عم بيصير؟ نيهال؟ تعي نيهال. نيهال حبيبتي لا تتركيني. لا حبيبتي شو بكون هيك واقفين اعملوا شي؟ طبوا الاسعاف نيهال. بترجاكي لا تتركيني حبيبتي لا تتركيني. Thank you.
بعدو 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 يلا 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 يا شو جهزوا حالكم بسرعه انتوا تعالوا معي يلا حاولوا بسرعه تعال هون انت وياها تعال هون انت وياها شو عم تعملوا بعدو فوتوا لجوا على السريع قومي من هون حرك انت وياها يلا على السريع على السريع لشوف بعدين عم تتخانقوا هون فوتي لجوا ولي حركي حركي يلا لشوف يلا لشوف اوكي عندك هاتون هاتون لعندي حركي ولي حركي لجوا فوتي لجوا يلا بسرعة حركي الكلاب لهون يلا على السريع ولا حركة لك تعي لهون ولي ليك اطلعي اطلعي يا غرتك فوتي انت كيف بتقتلي المديرة؟ كيف بتتجرأي يا حيوانة؟ المؤبد ناطرك. انا ما عملت شيء. هي في حال ما قرروا يحكموك اعدام ويشنقوكي. ما عملت شيء. انا ما عملت شيء. ما عملت شيء والله. ما عملت شيء. صدقني. بترجاكم افتحوا لي انا ما دخلني فيها افتحوا لي الباب ما دخلني يا الله دخيلك انا هون حبيبتي انا جنبك وصلنا استعجلوا يا شباب لو سمحت اهدى شوي بسرعة لو سمحتوا نحن عم نسرع قد ما فينا
العمليات بسرعة. بسرعة استعجلوا. بسرعة استعجلوا. بترجاكم افتحوا لي. يا الله يا الله دخيلك، انا ما دخلني ستوني، انا ما عملت شي، ما دخلني. سيطرنا على الوضع سيدي وسجلنا عدد الأفراد. في شي إصابات؟ 15 سجينة بالمستوصف، نقلنا تنتين منهم على المشفى وما حدا مات بموت. ونهال كيفة؟ وضعها حرج كتير، هلأ هي بالعملية. لكي ماما أنا خايفة كتير، معقول الكلاب يفوتوا ويعضونا؟ شو ها؟ صرتوا كبار، معقولة تخافوا من كلبين عم يعووا يعني؟ قوموا لشوف، تعوا اجتمعوا حوالي، بدي حاكيكم بموضوع. بتعرفوا الكلاب ليش عم يعووا ماهي؟ ما منعرف. لا بدي خبركن ليش. أنا من زمان كتير كنت لسا صغيرة، كنت وقتها بعمركن وكنت عايشة بالضيعة، وفي مرة اتجمعوا الكلاب بالضيعة كلياتن سوا وصاروا يعووا سوا، ومو أي تعواية مثل المجانين، وما خلوا حدا ينام. ما تحملت فطلعت لبرا، ولما شافوني طلعت كله فتل لعندي وقتها، وصاروا يعووا بصوت قوي كتير، هو هو هو. أنا بوقتها خفت، بس الخوف ما بينفع بنوم. قلت لحالي لازم اتشجع ورحت وقفت قدامهم، قلت لهم بكفي، ليش عم تعووا بهذا الوقت؟ تركونا بحالنا روحوا. كان في كلب ماشي قدامهم لونه رمادي وقرب لعندي شوي شوي، وقال لي شو فكرتينا عم نعوي لننبسط يا أنسة؟ ليش الكلاب بيقدروا يحكوا أمي؟ ايه بيحكوا لك، بيحكوا مع اللي بيفهم لغتهم طبعا، نحن بالضيعة كنا نتعلم لغتهم. ايه المهم هلا قلت لهم ليش عم تعوي لك؟ قام في واحد قال لي إنهم جوعانين كتير، لو مالنا جوعانين ما منعض حدا وما كنا عوينا. كان بقيان عندي شوية فاصوليه، قطعت لهم شوية خبز فوقهم وحطيتهم بصحن وعطيتهم ياهم. وسكتوا بعد يعني؟ سكتوا؟ اي سكتوا لك، لأنه أكلوا طبعا، لما أكلوا شبعوا اتسطحوا جنب بعضهم وناموا فورا. الكلاب اللي برا كمان كانوا جوعانين؟ اي كمان جوعانين، بعد شوية بياكلوا أكلاتهم وبيناموا فورا، هنن ما عم يعووا علينا. ما تخافوا أبدا، الكلاب مو مثل البشر أساساً، مستحيل يأذوا حدا إلا إذا جاعوا أو كانوا عم يتوجعوا مثلاً. أما الإنسان هو اللي بيأذي غيره هيك بكل بساطة وبدون سبب. الحيوان مستحيل يأذي بنتي، اللي بيعمله الإنسان للإنسان الحيوان ما بيعمله.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 42، 44، 45، 46، 49، 50، 51، 52، 53، 54. سيدي، اللي عديناهن والكل بقسمهن هلا. والعناصر وين؟ العناصر عم يحرسوا برا سيدي وناطرين اوامرك. اوعك حدا فيكن يغادر المكان. بامرك سيدي. تفضلي. ثانية بس. ايه يا روحي. لا لا لا، ما تخافي ابدا. ايه ايه خلصت وكل شي منيح. شلون الأولاد؟ ما حكيتي شي قدامهم مو هيك؟ ايه تمام. وأنا بحبك. سلام. لا ترجع الست نهال الصلاحية معك أوزلام. السجينات بينبسطوا لما يتكركب الوضع. كوني قد الثقة ماشي؟ سيدي ما تخاف ابنه. شنج ظهري، تعي اعملي لي مساج. امرك معلمتي. سيبال، تعوا رتبوا الغرفه. معلمتي قدرات، انت شو رايك بدينيز؟ كانت تمشي قدامنا وهي عم ترجف، اليوم صارت وحده ثانيه. قال قتلت المديره، بس يمكن مو هي. معقول تقتلها؟ والله بتحسيها ما خرج تعمل هيك ابدا. بس الله بيعلم يا معلمتي. على فكره فاجأتني انه قدرت تتحداكي بصراحه. شغلي ايديكي، لا تشغلي تمك. لا انا بس قصدي يعني اذا هي القاتله. نهال راحت ضحيه لغباء وتصرفاتها المجنونه. شفتوها لناجية وينها؟ شفتها وقت كانوا عم بيشرونا على الأقسام وما عاد شفتها بعدين. على مهلك.